المهم انا امل بوعزه ناشطه ثاني تعطينا رايها ان شاء الله كل شيء صرا مزيان. واش نقول لك خويا عماد؟ اليوم حنا كي خرجنا هنا وقتي ما نخرجش بل اليوم الشعب الجزائري العظيم اللي كيخرج هادو في 6 اسابيع الماضيه كان يقول يتنحاو كاع. بصح وراء هذا الشعار مطالب جوهريه، ومطلب الجوهري الاكبر هو انه الشعب الجزائري حاب اخيرا يكون عنده بلد ديمقراطي شعبي مدني يعيش فيه. وطلب والطلب الثاني انه وصلنا لمرحله انه يخرج من هذا الحراك نخبه معينه من الناس اللي يحبها الشعب واللي ما تخبطش في هذا النظام اللي فات، يعني عندي اللي فات، ويخرج هو ينظم المرحله الانتقاليه. هذا هو حب الشعب الجزائري، حب اولا تكون عنده بلد ديمقراطي ليبر ديموكراتيك بوبولير اي سيفيل، ensuite avoir des personnalités qui sortent du pays, qui sortent du Hirak pour aller assurer et gérer la transition et ensuite justement préparer des élections naziha nadifa khalia mli fraud. هذا واش حب الشعب يقول لك نحيهم كاع، يعني ماشي نتوما اللي راح نديروا المرحله الانتقاليه. لا فوزالي سي با فو كيالي جيغي لا 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 فاز ترانسفوار. قصدك اللي كان سبب في الازمه ما لازمش يكون طرف في الحل؟ طبعا هو من لحيتو بخرو، يعني هذوك راحوا نجيب لكم ناس واحد اخرين ما ينفعش. يعني الشعب فاق، الشعب عرف واعي، قال لكم يا ودي خلونا حنا نبنيو بلادنا بلادنا، وكاين مهارات وكاين اطارات وكاين ناس اللي موجوده في الجزائر تقدر تعمل هذا الشيء. الفو جوست ني با لي انتيميدي، الفو جوست لي ليسي فير. وحنا هنا في مونريال ولا في كيبيك وكندا كلها حنا واقفين معاكم، اللي تحبوه انا وراكم. On est là pour vous encourager. Nous sommes là chaque dimanche, s'il faut chaque jour, pour vous soutenir jusqu'au dernier souffle. Rabbi Aïsk, Rabbi Aïsk.